أشهد الأخلاق، أشهد المبادئ، أشهد الأسلوب، أشهد البسالة هذه إن صح التعبير. أشهد البسالة وصلنا لها في هذه البلاد هذه، أشهد البسالة. الشباب ألي جون، واش حنا غادي نبقاو غنغوتو غنحرقو في دمنا باش نتوما تبقاو على خاطركم؟ ها، السلام عليكم متابعينا الأعزاء، تحية طيبة من قناة سريني نيوز. اليوم درنا واحد برنامج جديد، برنامج فيه ما كاين فيه غير ما فيش يا مرحمين، ما فيش يا مرحمين نهائيا. قاع اللي قلب على العكاز غادي نعطيوه ليه، قاع اللي قلب على المهراز غادي نهبطو عليه به بصوتنا وبعقلنا. واحد الفيديو انا شفتو البارح وما بغيتش نهضر عليه، والله الا الا شفتو البارح وما بغيتش نهضر عليه. فقت اليوم لقيت دار البوز، ماشي دار البوز، دار البوز، دار البوز، هو الا دار شي حاجه زوينه، اما راه دار البوز في ما عرفنا هنا بلاصه فين غادي يخشيوه، واش ديال كازا ولا ديال مراكش ولا ديال طنجة ولا ديال تازة أو تيطا، ما عرفنا فين غادي يديوه. علاش؟ حيت المشكل لراسو، حيت باسل بهاد المعنى، حيت ما مربيش، وما يمكنناش نحطو اللوم على الوالدين حيت ما عرفناش الوالدين تا هما واش كاينين ولا ما كاينينش. واش الوالدين عارفين بأن ولدهم خارج بحال هكا؟ واش الوالدين رباو؟ وسي نورمال، التعليم ما كاينش، التعليم عن بعد ما خدامش، ما خدامش التعليم عن بعد نهائيا، وما كاينش اصلا، ما كاين لا تعليم لا والو. فين هو التعليم؟ ها كون كاين التعليم على غيكون بحال هاد الشهاده. ها مشى التعليم مع صحاب 90 80 70، السلام عليكم. التعليم مشى، اللي كان الانسان تيشوف الاستاذ في الشانتي جاي خارج من المدرسه ولا غادي للمدرسه تيتخبى. ها كنا الاساتذه تنقدروهم وتنحترموهم ودوزنا معاهم وقيتات زوينين وكانوا تيشكرونا وكنا كنمشيو باحترام للمدرسه. كانت فينا واحد شويه الصلاه، ولكن ماشي لهاد الدرجه هادي، ماشي لهاد الدرجه هادي، مويو اكثر من القياس. فين غادي هاد البلاد اخوتي؟ فين غادي هاد البلاد؟ انا غير مزوقي لما قولوا لي فين غادي هاد البلاد. والله لا طفرتي يا صاحبنا، ولا طفرتي في حياتك، طفروا اللي قبل منك تجي طفروا انت. الناس تتقلب دابا هي تاكل وتشرب وتكون مرتاحه وانت كتقلب على المشاكل. يلاه لقاها لقاها اللي قال هذاك لقاها، يلاه انت جبتيها في راسك. يلا هذا الموضوع الاول ديالنا. الموضوع الثاني غادي نهضروا فيه على الناس الباعه، او بالخصوص ماشي الباعه، حيت الباعه هي تياخذ الحاجه، تياخذ السلعه، السلعه تياخذها وتيخرجها للمستهلك تبيعها له. مستهلك، المستهلك مسكين ديما مضرور، ولكن سرنا حنا هذاك حيت حنا ما عندناش العيالات. كون عندنا العيالات كون ما غاديش نحتاج نمشي نتقدر خبزانة من الزنقة. والله شكون عندنا العيالات ما غاديش نمشيو نتقداو الخبز من الزنقة. ما عندناش العيالات، سمحوا لي. على منين تكون كتغدى ولا كتعشى ها وانت زربان ما عندكش كدير ولا ما مجوش، فهمتيني، وغتاخذ خبزه، غتجي غتاخذ خبيزه غتغدى بها من السوق. هاد الخبزه اش بيتلقى فيها؟ بيتلقى فيها بحال هاد الشيء هذا. هانتوما خوتي، باش ما تقولوش راه تنكذب، كانت تبلى مات كانت تبلى. هانتوما خيط، شوفوا شوف قداش، شوفوا تبارك الله، هذا
الا داز و الا كاين شي دكتور وشافو وشاف هاد الخيط هذا يجاوبنا، يقولنا اش يقدر يدير هاد الخيط هذا البنادم، هاد الخيط اش يقدر يدير البنادم في كرشو في مصارلو، لا حول ولا قوة الا بالله. عرفتي هذا الا مشى في كرش ديال دري صغير ولا درية صغيرة، ها الله يرحمهم الله يرحمهم، لهذا الله يرحم الوالدين. هذا الميساج هذا وبارطاجي، والله يجازيكم بخير. حنا على المنفعة لا غير، المنفعة العامة، حنا كاع الحاجة اللي بتضر هاد البلاد غادي نوقفوا لها، غادي نوقفوا لها عصا، حيت حنا طلعنا الدم من هاد الشيء هذا. ما بقات لا مراقبة، يلا مراقبين الحوايج الخاوين، صافي غير الحوايج الخاوين هما اللي نراقبو، شي حاجة اللي فيها المصلحة العامة ما كايناش. المهم ابتداء من اليوم برنامج السرغيني شو غادي يكونوا فيه حلقات، كل نهار حلقة غادي نهضروا فيها على حاجة اللي كضرنا وكضر البلاد ديالنا، حيت الا ما هضرتش انا وهضر هذاك وهضر هذاك وهضر هذاك وهضر هذاك ما غتقادش هاد البلاد في اي حاجه في هاد الشيء. وفي هذاك الشاب اللي سقع على راسو وقلب على الحجه ومنين جا، يلاه لقاها صاحبنا دابا. السلام عليكم، ها هو مشى طلب المره الجايه. السلام عليكم.